بننام على المية، بنقوم على المية. يا عالم اطلعونا يا عالم. شتاء قارس البرودة، أمطار تنهمر على رؤوسهم وأجسادهم المنهكة. كثير منهم بات بلا مأوى يقيه برد الشتاء. خفيفة ملابسنا وحالة مش قادرين نتحرك من البرد. وكثير منهم في بيوتهم ينهمر عليهم المطر من جدران منازلهم المتهالكة. يأتي الشتاء هذا العام ثقيلاً على أهلنا في فلسطين. ظروف معيشية صعبة واقتصادية معدومة تعطلت فيها أعمالهم وحرموا من الحصول على قوت يومهم. ليتفاقم الفقر مع خطر البرد وجميع الضغوط القاهرة الممارسة ضدهم، فإننا في وقف الأمة نطلق حملة قبس لهذا العام نصرة ودفئاً لأهلنا في فلسطين. لنعمل على توفير احتياجات الشتاء الأساسية لهم، فواجب دعمهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. مشاريع حملة قبس: مشروع توزيع البطانيات، مشروع توزيع الطرود الغذائية، مشروع كسوة الشتاء، مشروع توزيع المدافئ والسجاد. لنكن لهم قبساً من نور يدفئ قلوبهم ويدثر أجسادهم. للتبرع والمساهمة في حملة قبس عبر موقعنا الإلكتروني